رجعنا تاني ولسه كلامنا مكملينه مع كابتن عمرو الدالي. ولو سألتك برضو عن الفرص، هل بتشوف ان كافة فريق ارجح من كافة فريق؟ يمكن الاهلي دلوقتي زي ما بنقول هو منتعش جدا بالفوز وكمان بحصده لدوري ابطال افريقيا، وخلاص هو بيستعد ان شاء الله في شهر 2 ان هو يكون في كاس العالم للاندية. هل دي كلها حاجات ما تدلوش موتيفيشن او يعني حماس اكبر ان هو يحصل اللقب ده كمان؟ مباراة الكاس ما فيهاش تقولي يعني تقولي حد يكسب. يعني برضو على سبيل المثال الزمالك واف سي، يعني لاخر الدقيقه الرابعه من وقت الضايع 1-0 لاف سي، صحيح. فمباراه الكاس ما لهاش مقاييس، ما لهاش تقولي ده يكسب او ده يكسب، لا، اللي فيها مفاجات كتير. طول عمرنا نعرف ان الكاس فيها مفاجات، ما حدش يقول ان نادي الزمالك يخرج من دور الاربعه، حقيقي. يعني احنا قلنا خلاص الاهلي والزمالك هيلعبوا النهائي وهيلعبوا السوبر، ده اللي احنا قلناه. فالكاس لا، ما فيهوش الكلام ده، لو ما احترمتش الخصم، لو ما قدرتش الخصم. طب انت شفت نادي الزمالك يعني ايه الاخطاء اللي وقع فيها في لقاء قصاد طلائع الجيش خلاه ان هو يخسر اللقاء ده وما يكملش للنهائي؟ طبعا هو اولا التوفيق بتاع الجون بتاع احمد سمير الاول. يعني دي توفيق من عند ربنا ان هو دخل، ان الجيش هو اللي جاب الاول. لو كان الزمالك هو اللي جاب الاول كانت فرقت مع نادي الزمالك. زاد ان هو خارج من مباراه طبعا عصيبه جدا، بطوله كان نفس النادي الزمالك ياخدها، كان نفسه يروح كاس العالم للانديه، بس طبعا ما قدرش، طبعا ما وافقش. الزمالك احساسي الشخصي ان هو في عوامل شويه داخليه كده جوه النادي مهبطه اللعيبه شويه. يعني حتى انت يعني تفتكر ان الخساره دي كانت يعني ليها عامل كبير قوي نفسي، او في نسبه كبيره قوي النفسيه؟ اه ده احساسي، لان طبعا نادي الزمالك والنادي الاهلي يعني من افضل الفرق في مصر دلوقتي. افضل الفرق السنه دي كمان كلعيبه. طب لو قارنا مع بعض مثلا خط دفاع الاهلي وطلائع الجيش، هتشوف مين الاقوى؟ انت عليك النادي الاهلي امكانيات اعلى كلعيبه، بس نادي الجيش دلوقتي جماعيا كويس جدا. النادي الاهلي عنده حلول فرديه، نادي الجيش عنده حلول فرديه، طبعا المستوى متقارب. لكن طبعا النادي الاهلي عشان عنده روح البطوله، عنده حوافز اكتر من طلائع الجيش، ان عايز يعمل بطوله، يحقق تانية بطوله للموسيماني السنه دي معاه. الروح العاليه دلوقتي، الروح اللي واخدينها، واخدين حافز كويس الفتره اللي دي ان هم عايزين يعملوا كذا انجاز. الحوافز عند النادي الاهلي اعلى من نادي الجيش. نادي الجيش نفسه طبعا اول بطوله، اول نهائي يخش فيه، صحيح، في تاريخه، في تاريخه. بيتمنى طبعا ان هو يكسب. طبعا هو العقيد احمد المهدي طبعا كان بيتكلم من يومين، لازم يحترم النادي الاهلي. النادي الاهلي لازم يحترم اكيد طلع الجيش عشان المباراه تطلع الكسبان نقول له مبروك والخسران نقول له هارد لك، ده كاس.